السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما نساو خوتنا اللي في الغربة. قبل ما نتكلم على موضوع اليوم، حبيت نتكلم على الخسارة الغير متوقعة من اللي شباب قسنطينة للسياسي اللي خسروا على أرضية ميدانهم في ملعب حملاوي بهدف للصفر ضد نادي الإفريقي التونسي. كالعادة كنت دائما صريح أنا في كلامي، والحمد لله الكلام تاعي كان صحيح. قلت لكم من قبل مقابلة تيبي مازمبي لما لعبت سياسي مع الإفريقي في تونس، قلت باللي سياسي عندها مشكلة في الحارس المرمى، حارس المرمى رحماني اللي جابوه كاين جماعة جاباتو والألكاراز. قلت باللي هذا الحارس ماهوش ما يليقش بمستويات عالية مثل الشامبيونز ليج، وتكلمت انهم هذا من الناس جابوه بعد ما دار المنتخب الأولمبي ألعاب في الألعاب الإسلامية، دار مقابلات مقبولة لحق النصف النهائي، من بعدها جابوه رغم انه هو القانون ما يسمحلوش مع المنتخب الاولمبي، لانه في الوقت هذا كان عنده 25 26 سنه، والمنتخب الاولمبي هو ايفان تروا يلعب مع اولاد صغار، بانت لهم باللي راه حارس كبير. قلت لكم باللي مشكله في السياسي هو حارس المرمى. من بعد هذاك المقابله تاع الافريقي كاين الناس اللي قالت لك تخرف، راك ما تعرفش، راك كذا راك كذا. الحمد لله الوقت بين لنا باللي هذا افشل حارس من بين الحراس تاع البطوله الفاشلين، حاشا ممكن زغبه ولا ممكن تاع الحارس تاع الحراش، عفوا تاع النهد، ممكن بعض الحراس اللي مازالوا يتالقوا زماموش لو بقى في المستوى تاعو ثاني مقبول. قلنا بلي هذا الحارس ميليقش بالسياسي وميليقش بمستويات الشامبيونز ليغ، يعني الشامبيونز ليغ راهي فيها انديه معروفه قاريا. الحمد لله الوقت اعطانا الحق. الشيء الاخر، نتمنى ايضا مقابله الثوره، نتمنى ايضا 3 نقاط والفوز والذهاب بعيدا، ولما لا تاهل لممثل الجنوب، حظ موفق للثوره، كما انا انسى ايضا حظ موفق ومازالت الفرصه كبيره للسياسي للتاهل. مقابلة تيبي مازيمبي حتى ولو تخسر ما يحاولوا ما يخسروش بنتيجة ثقيلة فقط، هذا ما كان، واللي يحاولوا يجربوا الحارس الاحتياطي فلربما يصلح لهم الحارس الاحتياطي، لأن رحماني العديد من المقابلات بين مستوى الحقيقي نتاعو، بين باللي راه ما يليقش في الشامبيونز ليغ، مستوى ضعيف. موضوعنا اليوم خوتي، رئيس الاتحادية، رئيس الشاب الطموح هو عنتر يحيى. الآن ننساو مرحلة زاتشي وجماعته، الآن مرحلة ما بعد أفشل اتحادية منذ الاستقلال هي اتحادية حداد وزاتشي. ما بعد، احنا دروك نهضرو على ما بعد، نهضرو على الإصلاحات. كاين واحد كتب لي تعليق، هو مشكور على كل حال من الخوا، اللي قال لي يجب إصلاح كل الرياضات. أنا أتفق معك مليون بالمليون، مش 100%، يجب إصلاح كل الاتحاديات في كل الرياضيات، في كل الرياضات عفوا، في كل الرياضات يجب إصلاح شامل. نبداو سع من الذهنيات، العقليات لازم تتبدل. نبداو الهياكل القاعدية والرياضية، المنشآت الرياضية، القاعات الرياضية، الملاعب، مراكز التكوين، كل شيء يتغير. نبداو أيضا رؤساء الفرق، ديجاج، ما نحتاجوش رؤساء فرق ما يعرفوا والو في التسيير، يعرفوا غير يهمهم وياكلوا ويصرفوا. نجيبوا ناس، نجيبوا شباب، ما بقاش رؤساء فرق هذوما الشياب يحكموا، خلاص وقت الشباب، مرحلة الشباب. إلا ما حكمش درك الشباب وقتاش يحكم؟ إلا شاب ما عطيتوش فرصة الآن وقتاش تعطيه فرصة؟ كيعود عمره 80 سنة ولا 70 سنة، وقت الشباب، مرحلة جزائر اليوم وجزائر الغد، جزائر المستقبل، جزائر الشباب.
نعم جزائر شباب، قلت خوتي جزائر الشباب معناها كرة اليد يجب يكون رئيس اتحادية شاب ورئيس اتحادية عند المستوى، قادر يكون من اللاعبين القدامى، قادر عنده مستوى، رئيس اتحادية كرة اليد، كرة السلة، كرة الطائرة، ألعاب القوة، السباحة، الملاكمة، كرة الطائرة، كرة اليد، كرة القدم، كل شيء، كل اتحادية تتغير، الشباب ليحكم، خلاص انتهى زمن الشياب، جاء وقت الشباب. بما أن كرة القدم هي الكرة الرياضة أكثر شعبية في العالم، نتكلموا على الاتحادية، خلاص قلنا اتحادية زاتشي واتحادية حداد الدرجة الأولى وزاتشي انتهت، يجب التفكير فيما بعد هذه الأفشل الاتحاديات. أفشل اتحادية منذ الاستقلال هي اتحادية حداد وزاتشي، هذا شيء مفروغ منه، هذا شيء مفروغ منه، يجب العمل مع الشباب، إعطاء الفرصة للشباب. عنتر يحيى صفته شاب جزائري طموح مثقف عنده مستوى رصيد معرفي مقبول جدا، عنده شهادات في مجال المانجمنت، في مجال التسيير، لعب كرة القدم، لعب في المستوى العالي، لعب في إيطاليا، لعب في فرنسا، لعب في ألمانيا، يعني محتك بالمدارس الأوروبية الكبيرة، محتك بالتسيير البيداغوجي، بالتسيير الأوروبي، بالمانجمنت الأوروبي، يعني عنده مستوى. يجيني واحد ما يعرفش يبعث رسالة برية للكاف ويصفقوله ويطبلوله، خلاص زمن ولا، قد ولا، صايي صايي، خلاص الشعب فاق، الشعب فاق، قلنا لكم ارحلوا سي ترحلوا، ما بقاش مام حتى جماعتكم اصحاب الكاسكروطات والكاشير، جماعتكم الصحافه اللي كانوا يضربوا لكم الشتاء، روحوا معاه ادوهم معاكم، ما نحتاجوكمش، نحبوا محيط نقي، محيط نقي، المحيط المتعفن هذا تاع جزائر الماضي، جزائر الحاضر، جزائر المحيط النقي، محيط النقي، خلاص صايي. عنتر يحيى الآن هو رجل المرحلة القادمة، عنتر يحيى ذكرتها ونعاودها، لو بروفيل تاع رئيس الاتحادية، لاعب سابق دولي، لاعب دولي سابق، لعب في أوروبا، لعب في إيطاليا، لعب في فرنسا، لعب في ألمانيا مع بوخوم، مع يعني كل المواصفات تتوفر فيه كلاعب، كمسير أيضا، حكم نادي، كماناجر أونجي، كماناجر في أورليون، يقرأ ويدرس في المانجمنت، يعمل ويقرأ، يعني يعمل دراسة، يعني كل شروط تتوفر فيه. بالإضافة لو أردنا نجيب لاعبين اللي ما يقدروش هذوما هذا من المسؤولين يجيبوهم، ولا جماعة زرتشي وجماعته اللي ما همش حابين، زرتشي ارتكب أكبر جريمة على مستوى، أكبر جريمة في ناحية العنصرية والمنشور وبيان العار، لو كانت في دولة مسؤوليها يحترموا القانون، قانون الإنسان يحترموه، كانوا أول شيء يفتحوا تحقيقات ويسجنوه، اتحادية كامل تتحل، لو كانت في دولة أخرى تبعث دير منشور ضد أبناء الجزائر في الغربة، من المفروض في ذيك الدقيقة كانوا يديروا يفتحوا تحقيق ويدخلوه الحبس، لكن ولا شيء صرا. إذن خلاص زمن قد ولى، الآن جزائر الغد، جزائر الشباب، جزائر تحترم كل الأطياف، كل الأجناس، الشعب لازم يحترم بعضه، الشعب يتحد مع بعضه، ما بقاش هذا وهذه الكاسيطة والنغمة اللي راهم يقولوا فيها واللي علموا فيها حتى اللاعبين، كاين شباب لاعبين شباب في البطولة وكذا يقولوا لهم جايين من الهيل، اللاعبين اللي بيناسيونو وما يحبوش الجزائر، ما بقاش، جزائر لكل الجزائريين، جزائر الغد لكل الجزائريين، سواء في أمريكا، في إيطاليا، في ألمانيا، في الهند، في إسبانيا، أي جزائري في الغربة فهو جزائري، أخي مثلي مثله، ما كان حتى فرق بيناتنا،
ما كان حتى فرق. اذا الناس اللي كانت تحارب في البيناسيونو واللي تحارب في الجزائريين وتنشر في العنصريه ما بقى لهمش قعاد معنا خلاص، وروحوا السماح والرباح، وروحوا السماح والرباح. واش ديتوا بصحتكم؟ واش ديتوا بصحتكم؟ الله يسهل روحوا. الان مرحله الشباب قلتها ونعاودها عن طريق يحيى، ان ذكر نبدو نهضروا ونتكلموا من اليوم فصاعدا على مرحله ما بعد اتحادية الفساد هذه زطشي وجماعته. نتكلموا على اليوم فصاعدا مرحله الشباب، مرحله الغد، مرحله الغد يعني عن طريق يحيى، ويعني ايضا جيل الشباب هذا. كل اتحاديات الرياضه لازم تكون اتحاديات شباب، رؤساء فرق شباب. بركونا من هذا الشياب اللي كسرونا رسالنا بالاموال، تبذير الاموال، زرع الفتن بين الجزائريين، الفوضى، الفساد، ترتيب المقابلات. خلاص زمن قد ولى، قلتها ونعاودها. عنتر يحيى رجل المرحله القادمه، عنتر يحيى قائد ملحمه ام درمان، هو رئيس اتحاديه بطلب من الشعب، والشعب كلمه الشعب فوق الجميع. بالمختصر المفيد، انسان اللي حارب ابناء بلده ما عندنا ما نديروا به، والحديث قياس. في الاخير خوتي ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.